قال شرحت ربعة وأنا قادر نعدل بيناتكم. ضحكت وقلت له قال لا قادر يعدل وانت ما عدلتي راسك حتى مع وحدة. سير بحالك سير سير قبل ما نطرطق عليك سير. وهو يقول صافي بلا ما تعصبي والله حتى غتندمي عليا. قلت له سير يا القرع على زينك غندم عليك. مشى وبقيت كنقول مع راسي ولدي يحيى شحال عنده ديال القيمة قبل ما يتزاد بحال باه كل شي باغي يسجلو بسميتو. قال لك نعدل مقدر يعدل حتى سروالو حوايجو قا خارجي. دوزت يومين وانا مرتاحة في دار بابا حتى لواحد النهار جاو الدراري كيغوتو عايدة عايدة واحد الطوموبيل كبيرة وخرج منها واحد الراجل زوين ونقي وكيزول عليك. حطيت يدي على قلبي وقلت يحيى حتى دخل وانا نلقاه عصام. قال عايدة هيدا هو الوعد ديالك. قلت له اسمح لي يا عصام ما نقدرش نطيح كرامتي اكثر من هكا. يحيى عمره ما غادي يقول لي كيما إليف عمرها ما غادي تقول لي. وهو يقول لا هاد الهضره ماشي صحيحه إليف الا ما كانتش ليا عمرها ما غادي تقول لي يحيى وحتى انت يحيى ليك والدليل على هادشي انه غادي حماق باش يلقاك. فرحت وقلت له واش بصح؟ وهو يقول اه رجا كيقلب عليك وطلب لي عنوان دار باك. وقلت له ما عرفتهاش وقلت له محال واش تكون تما حيت باها متبري منها. قلت مزيه اللي درتي هكا ما بقيتش قادره نتحمل هو كيقلب عليا غير على ود ولده وانا ما غنسمحش ليه ياخده مني وزيدون هو قريب غيتزاد عنده ولد اخو. قال عصام وانتي طيقتي باللي هذاك ولده. قلت شنو كتقصد؟ وهو يقول انا غادي نعاود لك كل شيء كتر من شهر هذا باش وقع هاد الشيء. جات عندي إليف كتبكي ومنهاره حيت يحيى رفضها ومشينا بجوج وسهرنا شربت بزاف مع انني حاولت نمنعها حيت كانت كتبان ليا مقهوره بزاف احتى سكرات وما قدرتش تمشي لدارهم وديتها لداري وهي ما كانتش في وعيها وانا ما قدرتش نقاوم راسي وقع اللي وقع وفاقت في الصباح وبدات كدابس معايا وطلبت مني ننسى هاد الشي اللي وقع حتى النهار اللي اعلن فيه الاب ديال يحيى داك الخبر وعرفت باللي إليف لعباتها على كل شي. مشيت عندها وقلت ليها باللي داك الولد اللي في كرشها ولدي انا وما غنسمحش ليها تنسبو ليحيى انا اللي عندي الحق في ولدي ولكن هي نكرات وانا نقول له يعني الولد ولدك ماشي ولد يحيى. قال تماما وخاصني نثبت هاد الشي. قلت له ولكن كيفاش غادي تدير حتى تثبت هاد الشي؟ قال لي انا عندي فكره اتصلي بيها وقولي لي هاد الشي عندك هنا واعطيها شي حاجه تشربها وانا غادي نعطيك واحد الدواء وديريه ليها غيجيها حريق في كرشها وغادا تمشي للسبيطار وانا تما غادي نهضر مع الطبيب يدير ليها التحليل بلا ما تحس وملي تكون النتيجه في ايدنا ديك الساعه كل شي غادي يولي كيما بغينا. قلت له موافقه وفعلا داك الشي اللي درنا. اتصلت بإليف وطلبت منها تجي عندي باش نقول ليها واحد الحاجة على يحيى كتهمها وجات كتجري بقات كتطلع وتهبط فيا وانا كندخل ونخرج في الهضرة كانت علايا تفشل الخطة وفي اخر لحظة شربات الماء اللي كنت دايرة فيه الدواء عاد ارتاحيت. مشات بعد ما قالت لي ما تحلميش بيحيى وانا نقول واخا لالا إليف ديك ساعة غادي نشوفو شكون فينا اللي ما تحلمش بيحيى. مشات إليف والباقي كان على عصام ودازت 15 يوم لا حس فيه ولا خبر من عصام حتى اتصل بيا وقال عايدة كنت متأكدة عايدة الولد ولدي أنا ماشي ولد يحيى. قلت له كنت عارفة يحيى مستحيل يديرها. وهو يقول أنا غادي نمشي نقول ليه كل شي. قلت واخا. عصام مشى عند يحيى وعاود ليه كل شي وهو فرح وخدت تحاليل ومشدهم الإليف وفجرها في وجهها بدات كتزاوق وتنكر ولكن هو ما طيقهاش. ومشى يحيى عند عصام وصوله وقال له عصام انا متاكد باللي انت عارف بلاصه عايده عافاك قول لي
قال له عصام، واخا هي ما كانتش باغاك تعرف، ولكن انا غادي نقول لك، هي راه في دار باها، يلا نديك عندها. اما انا بقيت في دارنا حتى كنسمع الدقان، مشيت فتحت ولقيت الراجل اللي حياتي عشتها كنتسناه، يحيى. وبدون سابق اندارج عن نقل، بقيت مصمرة في بلاستي وقال، سمحي لي يا عايدة، عمري ما غادي نفرط فيك، انا عرفت قيمتك، ومن هنا للفوق حتى حاجة ما غتفرقنا، غنعيشو انا وياك وولدنا. قلت، شنو اللي تبدل دابا؟ ياك انا مازال عايدة العاهرة الكذابة. وهو يقول، انتي حبيبتي، وما نسمح ليكش تقولي على راسك هاد الهضرة مرة اخرى. قلت له، عشت كنزاوق كلمة زوينة منك، وانت هنتيني بزاف، ونقصتي من كرامتي، مع انني رجعت ليك وانا تايبة وندمانة. قال، عافك يا عايدة، خلينا نبدأ صفحة جديدة، وكان واعدك عمرك ما غتسمعي مني كلمة ناقصة، غادي نديرك انتي وولدنا فوق راسي. بديت كنبكي وهو يقول، صافي عافاكي ما تبكيش. بقى كيرغب فيا، وعصام كيشوف فينا وكيضحك، والجيران كاملين شي كيشوف من شراجم وشي من حدا الباب، كل شي تجمع كيشوف هاد عايدة شكون جا عندها. مرات با كتغوت في الحومة وكتقول، مرحبا بنسابنا اللي لاباس عليهم، شو هاتني. حتى وقع اللي ما كانش في الحسبان، جات إليف وقالت، عايدة انا غنقتلك انتي وولدك. رفعت باتجاهي فردي، يحيى تخلع وردني مورا ظهره، وهو يقول، إليف إليف اش كديري، حطي هذاك الشي من ايدك، واش حماقيتي. قالت، حماقيت من نهار بغيتك انت وانا حماقيت، شنو فيها احسن مني؟ شوف على بيئة راها ساكنة فيها، شنو عجبك فيها؟ انا درت على قبلك اللي ما يدارش، اما انت حتى حاجة ما شفتيها، انا غدا نرتاح منها ومن ولدها، انت الا ما كنتيش ليا عمرك غادي تكون ليها. وهو يقول لها يحيى، ديري عقلك إليف، نزلي الفردي. قالت، لا ما غداش ننزلو، سمعوا الناس، انا كنبغي هذا الراجل، وهاد خطافة الرجال خداتو مني، مسكنين في وسطكم بنت الزنقة. وفجأة ما عرفناش كيفاش دار عصام وتشاد معاها، وبدا كينزل من ايدها الفردي وهي مزيرة عليه. احتى سمعنا صوت طلق ناري، وشفت مشهد قدامي فاش طاحت إليف، القرطاسة جات في كرشها، شدها عصام بين ايديه وحالته ما كيعلم بها الا الله، وكيقول، إليف فيقي كنت رجاك. مشينا كنجري عندها، ولقيناها ما كتحركش وكتنزل، هزها عصام وركبنا في الطوموبيل، وكسيرة يحيى دغية في اتجاه السبيطار. دخلنا ديريكت ودخلوها لقاعة العمليات، بقينا ساعات كنتسناو. عصام حالته كانت حالة، أما يحيى كان شاد في إيدي وكيخفف عليا. حتى خرج عندنا الطبيب وقال لنا الخبر اللي غادي تهز ليه كياننا، للأسف إليف فقدت الجنين ديالها ودخلت في غيبوبة. الخبر نزل بحال الصاعقة على عصام اللي كان الولد هو أمله مع إليف، جاتو هستيريا، ما حملتش نشوفو هكاك. ومن بعد خرجوا إليف وهو بقى تابعها بحال شي هبيل، حالته صعيبة بزاف، شوية وهما يجيو البوليس عندنا، شدوا عصام وقالوا لينا باللي غياخدوا أقوالنا. عصام ما يستاهلش الحبس، بقى كيغوت وكيترجاهم يخليوه حتى يطمئن عليها، ولكن ما سمعوش ليه. ملي شفتو بديك الحالة ما قدرتش نصبر شوية، وحسيت بالحريق في كرشي، تزيرت وحسيت الماء كينزل مني، وزاد الألم، وشديت في يحيى وكنغوت وهو مخلوع. قلت، يحيى أنا كنولد عاوني. عيط دغيا على الفرمليات وجاو دخلوني صالة الولادة، دوزت ساعتين في الحريق ويحيى كيتسنى فيا، وجاو عائلته وبابا وكل شي كيترقب ولادة ولي العهد وابن الوريث الوحيد للعائلة. وبعد ساعات خرج عندهم الطبيب وبشرهم باللي الولد بصحة جيدة، ولكن الأم ديالو جسمها ضعيف وخاصها العناية. خرجوني وداوني لغرفة خاصة، حسيت براسي ما عنديش القوة حتى نهز ولدي بين إيدي،
واش غدا نعيش حتى نربيه؟ حسيت بيحيى كيدوز ايديه على راسي وشاد في ايدي وحاط راسو عليا، بس ايدي، ومن تما ما حسيت حتى شي حاجه اخرى. ما عرفتش فين انا، كانت مروج خضراء والرياح خفيفه. فين انا؟ تمشيت بشويه، كتبان لي دار وقربت منها كنتفقد. كنسمع صوت من الشرجم اللي كان مفتوح، طليت منه وكيبان لي مهد فيه الطفل اللي هو ولدي. هذا ولدي، قلت ما تبكيش يا ولدي انا جايه ناخدك. حاولت ندخل وما قدرتش، حاسه باللي شي قوه كترجعني للور. شويه وهي تبان لي شي وحده جات عند ولدي وهزاته. مستحيل إليف حطي ولدي، مستحيل إليف حطي ولدي. ابتسمت ابتسامة صفرة وتلفتات عندي وشوية ودخل يحيى. قلت لا ولدي يا يحيى، ولدي ويحيى وإليف مستحيل تجمعوا، مستحيل. وبديت كنغوت، فقت من النعاس ونط بسرعة شفت ولدي وما لقيتوش، وبديت كنغوت. خرجت بالزربة كنجري وكنغوت حتى خرج يحيى من واحد الشومبر ومشيت عنده شديت له في حويجه. قلت فين درتي ولدي؟ فين هو ولدي؟ وهو يقول عايدة تهدني، ولدنا راه بخير، غير ارتفعت حرارته شوية وجبناه للحضانة، ما تخافيش اجي تشوفيه. دخلني شفت ولدي اللي باقي صغير بزاف، هزيته بين ايدي وعنقته وما قداش نحبس دموعي. تلفت لعند يحيى وانا مازال معنقة ولدي، قلت انت وإليف باغين تاخدوا مني ولدي، ما غداش نسمح لكم، ما غداش نعطيه لكم. وهو يقول يحيى إليف، إليف مشات عند اللي خلقها. قلت له شنو؟ وهو يقول للأسف هادشي البارح بالليل، وانا نسوله على عصام وقال عصام غادي تحاكم بتهمة القتل غير العمد. قلت ما يستاهلهاش. وهو يقول يحيى أكيد غادي يكون الحكم مخفف بزاف ديال الظروف. تأسفت بزاف على عصام، عاش حياته وفي لحبها وفي الأخر نهايته غادا تكون هكا. بقيت في السبيطار حتى وليت لاباس. يحيى كان معايا لحظة بلحظة وكان فرحان بزاف بولده، وحتى عائلته كانوا كيزوروني كل يوم. حتى النهار خروجي من السبيطار قال يحيى زيد يحياتي غادي نمشيو لدارنا. وحتى ولدي وجدت ليه الغرفة ديالو فيها كل شي، وهو يقول بابا بنتي غادا تمشي لدار باها، حتى تما غادا ترتاح. يحيى قال كيفاش ما يمكنش؟ وانا نقول له بابا عنده الحق، بأي صفة غادا نمشي معاك وانا ماشي مراتك؟ قال يحيى اه احنا غادي نتزوجوا وغن. قاطعته وقلت حتى تبغي تزوجني واجي مرحبا بيك، انا في دار با. خطبني منه، هزيت ولدي وشديت في بابا وخليته مصدوم. انا وعدت راسي ندير لراسي قيمه ونحفظ كرامتي، كل شي بالاصول، والحب بلا كرامه ما كيتسماش حب، كيتسمى دل. مشيت لدار بابا اللي فرح بزاف من اللي سمعت كلامه، وحتى انا فرحت بزاف حيت اخيرا حسيت باللي عندي سقف غدا نتحامى فيه. الناس زادت هضرتهم عليا في الحومه، وانا ما حاملاش نشوف حتى واحد، كيما مرات با ما حاملاش وجودي بولد في الدار، حتى واحد ما بقى كيهمني، اللي كيهمني هو ولدي. بقيت في دار بابا حتى سمعنا الصوت ديال الدقه المراكشيه في الحومه، وقلت شكون كيتزوج؟ سمعتها كتقرب لدارنا، وقال لي يا بابا رايح يا وعائلته هما اللي جاو. مشيت وتخبيت في بيتي ولبست قفطان وسايبت شعري وبدلت لولدي. هما دخلوا للصالون واستقبلهم بابا، قال ليهم مرحبا بكم. وهو يقول لأبد يحيى الله يبارك فيك سيدي، احنا جينا طالبين راغبين ايد بنتكم عايدة لولدنا يحيى على سنة الله ورسوله، وطامعين في الموافقة ديالكم، وإحنا موافقين على جميع الشروط ديالكم. بابا قال له ما قلت عيب، والأصول هي هادي. خرجت أنا، خرجت وكان في إيدي ولدي اللي كنت متأكدة أنه نور عيونهم، فرحوا بزاف وعجبني فيهم بابا، ما خلاش من جهد.
المرأة هي اللي تخرج من دار بوها بالعدل ديالها ماشي بالأوهام. تفقوا على كل شيء، صداق والعرس وحتى السبوع الولدي اللي قررنا نسميوه آدم. وصل نهار العرس اللي تقام في الحومة، كل شي كان فرحان وناشط وكل شي عجبو الحال. درنا عرس كبير وكل شي بقى بخاطر. سال العرس ويحيى كان فرحان. طلعت لبيتي ونعزت ولدي وجا عندي يحيى كيفرنس، قال أنا أسعد واحد في الدنيا. قلت ما فهمتش علاش راك فرحان، وهو يقول مالكي بغيتيني نبكي، أنا راني عريس واليوم الدخلة ديالي. قلت له الدخلة؟ ضحكتيني. وهو يقول علاش كتضحكي، وأنا نقول إيوا حياتي خاصك تسنى واحد الشهر حيت أنا مازال نفيسة. دار إيديه على راسه بالصدمة وبقيت كنضحك. وقلت له لا زرب على صلاح حبيبي، حسيت به شداته الفقصة. بقيت في دار يحيى وعائلته غادي حماقوا على آدم ولدي هو عينيهم. وبقيت ديما كنفكر في واحد الإنسان اللي تظلم، كل ذنبه أنه حب إنسانة ما بادلاتوش نفس الشعور. عصام طلبت من يحيى نمشي ونشوفه، سمحوا لينا بالزيارة غاب الزز، شفتو كانت حالته خايبة. عصام ماشي ديال الحبس، أنا اللي عارفة كي داير هذا الوسط. قال شكرا ليك حيت جيتي تشوفيني. قلت له كي داير أخويا، وهو يقول كيفاش غادي نكون، أملي في الحياة تسالى من نهار اللي ماتت وأنا اللي قتلتها بإيدي. قلت صبر إن شاء الله غادي تخرج من هنا وغتبدأ حياة جديدة، راها غير مسألة وقت وصافي. قال إن شاء الله غادي نحاول. خرجت من عنده كنبكي، هو ضحى على قبلي وخرج من المعركة خسران وأنا اللي كنت رابحة. بقى يحيى كيواسي فيا ومشينا، ونهار المحكمة كنا كلنا بجنبه. المحامي ديالو دار اللي في جهده باش يخرج براءة، ولكن حكموا عليه بخمس سنين بتهمة القتل غير العمد. قلبي كان غادي يخرج من بلاستو من اللي سمعت هذاك الحكم. بقى فيا بزاف ما يستاهلش حيت هو ماشي مجرم، يمكن هاد الخمس سنين غادي يكونوا دول جروحه. ودازوا الأيام ووليت فيهم السيدة وحرم سيحيى، وكل شي كيحتارمني. ويحيى ما بقاش كيحشم من الماضي ديالي، بالعكس زاد حبه ليا يوم بعد يوم. ولدي بدا كيكبر حتى هو وكبروا سنيناتو، وخوتي كيجيو يلعبوا معاه كل مرة وفرحانين بيه. يحيى كمل المشروع ديالو ودازوا سنوات، ولدي كبر وبدا كيمشي المدرسة. جاء عندي يحيى وقلت له حياتي شنو رأيك نسافروا نرتاحوا شوية؟ قال واخا حتى ندوزوا العرادة ديال اليوم ونسافروا فيما بغيتي. قلت شكون غيجي كاع؟ وهو يقول عصام راه مازال ما بغى يدبر على راسه بشي عروسة ويهنينا من العذوبية ديالو، لو كان يعرف الزواج شحال زوين غيطير ويتزوج دغيا. قلت يحيى على انت كنتي باغي غتزوج ولا كنتي كتقلب على الحب؟ قال لا عندك الحق، الزواج بلا حب ما يمكنش. وانا نقول يلا زيد قدامي مازال خاصنا شحال من حاجة. وفي الليل اتجمعوا العائلة كاملة، وعصام العزري كان مرتاح معانا، ولكن انا اللي عارفة قلبه كداير. وفاجأنا من اللي قال لينا باللي قرر يسافر لأمريكا، كان قراره صحيب بزاف ولكن احترمناه حيت ضروري خاصو يبدا حياة جديدة، وإلا بقى هنا غادي يبقى يتذكر الماضي وغادي يعقدو في حياته. صفى أمواله شاركته مع يحيى وودعنا ومشى. الحياة مهما كانت قاسية علينا إلا أنها كتعلمنا من كل تجربة قاسية دروس. وبابا ولا مستقر ومرتاح نفسيا بعد ما تصالح مع نفسه معايا. ربما العقدة الكبرى في حياتي هي بابا اللي بمجرد ما تحليت ارتاحيت وتحل كل شي من بعدها. يحيى ولا رجل أعمال ناجح وحبه ليا كيزيد يكبر، وولدي كيكبر قدام عينيا. وفي العام الموالي ودعنا الجدة، والعام اللي من بعد ودعنا الجدة،
وسلمات روحها إلى بارئها. فراقها كان صعيب علينا بزاف، وإسماعيل تزوج وخدم خدمة محترمة وولد ولاد وبنات، وكان زور عائلته مرة مرة. أما سحر خرجت من الحبس وجات كتطلب مني نسمح ليها على قاعدك الشي اللي دارته ليا، وأنا بدوري دبرت ليها في خدمة في المنتجع السياحي ديال يحيى، على الأقل تخدم بالحلال وبشرف، وكل واحد خدمه كانوا الطبيعي. وأنا عايدة اللي عشت كنقلب على ذاتي ولقيتها أخيرا وعرفت قيمة راسي، وهذه كانت هي قصتنا. كنتمنى تكون عجباتكم، وإلى اللقاء في قصة أخرى جديدة.